يتجدد لقائنا معاكم هالأسبوع في حلقة جديدة من أبعاد ثقافية اللي بنحلق فيها معاكم في فضاء الثقافة المحلية الثرية، وبننقلكم فيها أنواع مختلفة من الفعاليات اللي تهتم بخدمة وتفعيل رسالة الثقافة في المجتمع، وبنلتقي بالعديد من الوجوه الثقافية المحلية، وبنسلط الضوء على تجاربهم الإبداعية الجميلة، وبنطرح أسئلة عميقة نفتح لكم آفاق وأبعاد ثقافية مختلفة. خلكم ويانا. أنشأت ندوة الثقافة والعلوم في دبي جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي برعاية المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في العام 1988، وتهدف هالجائزة إلى مكافأة طلبة الإمارات من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه الذين يحققون مستويات ممتازة في تحصيلهم الأكاديمي. ونال هالجائزة أكثر من 2000 طالب وطالبة منذ تأسيسها. لنتابع تقرير عن حفل توزيع جوائز هالعام. بين فضاءات العلم والمعرفة تطل من جديد جائزة راشد للتفوق العلمي من خلال ندوة الثقافة والعلوم بدبي، لتكرم نخبة من أبناء وبنات هذا الوطن من حملة شهادات الدكتوراه والأستاذية في مشهد مرموق يلخص البعد الحضاري والإنساني الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، كان ذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إلى جانب جمع من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين والمهتمين بهذا الشأن. في بداية الحفل تجلى الأستاذ علي عبيد الهاملي نائب رئيس ندوة الثقافة والعلوم ليلقي كلمته بهذه المناسبة. دولة عرف قادتها بالحكمة وتحلوا بها على مدى عقود من الزمن، ومع الحكمة التي ما زالوا يتحلون بها أمسكوا بزمام الحزم يستخدمونه كلما كان الحزم ضروريا. إن مناسبة مثل هذه تكرم ندوة الثقافة والعلوم فيها نخبة من أبناء الوطن الأبرار الذين أبحروا في مجالات المعرفة المختلفة ليقدموا لنا خلاصة جهدهم ومثابرتهم وبحثهم، لهي جديرة بالحديث عن تضحيات أبناء الوطن في كل المواقع. تستمر الندوة في عطاءاتها من خلال ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وما يتم طرحه من رؤى وأفكار تفتح الطريق لمزيد من النجاحات. فمن المعلوم أن الندوة بادرت قبل أكثر من 27 عاما إلى تأسيس جائزة راشد للتفوق العلمي لفتح سجل لأبنائها المتميزين الذين يساهمون في رسم طموح ورؤية القيادة الحكيمة. فلا شك نحن وصلنا اليوم إلى الدورة 27، وعدد المكرمين اللي تم تكريمهم وصلوا إلى 6652 تقريبا. هذه الدورة 71 مكرم من حملة الشهادات في مختلف التخصصات، وأيضا 2 من حملة الأستاذية، واحد من الرجال وواحد من الأخوات. لا شك أن ندوة الثقافة العلوم متميزة بتميز دعم صاحب السمو الشيخ محمد لها في شتى المجالات. هذا التميز لولا هذا الدعم الخير والدعم الكريم والمتابعة من صاحب السمو لما شفت كل هذا التميز في ندوة الثقافة والعلوم. فكان على لزام أعضاء مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة الندوة منذ نشأتها لحد الآن لابد أن يتفاعلون ويستطيعون من يقدم في لهذا التميز في شتى مجالات المعرفة. وإيمانا بما يقدمه العلم من رقي وتقدم للأمم، استحدثت الندوة جائزة شخصية العام العلمية، وهي جائزة تمنح لشخصية ذات شأن من مواطني الإمارات أو مؤسساتها الوطنية ممن لهم إنجازات رائدة وإسهامات كبيرة وممتدة على مدى سنوات طويلة في مجالات العلوم المختلفة. وقد تم تكريم هذا العام شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر. طبعا نحن اليوم نتكلم عن الدورة 28 جائزة الشيخ راشد لدعم التعليم والدعم الثقافي، وهذا يلعب دور كبير. اليوم نحن نتكلم عن عام الابتكار،
ولذلك تم استحداث فئة جديدة وهي الشخصية أو المؤسسة العلمية المتميزة. ومن حظنا أن مصر فازت بالجائزة هذه، وهذا يدل على دعم القيادة الرشيدة لمجال العلم والابتكار والبحوث. وشركة مصر صراحة تعتبر بادرة جديدة في هذا المجال، مجال الطاقة المتجددة، مجال جديد يستدعي الكثير من البحوث لأن في تطور دائما، فهذا الشيء يطلب منه جهود كبيرة صراحة. والحمد لله اليوم التكريم هذا نحن نعتز فيه ونفتخر فيه، وإن شاء الله نستمر في هذا المجال وندعمه زيادة أكثر وأكثر إن شاء الله. 74 مواطنا ومواطنة تم تكريمهم في هذه الدورة التي حفلت بتخصصات شتى، وما أن يسدى الستار عن هذه الدورة إلا لترتقي التطلعات من جديد إلى الدورة القادمة التي ستحمل في جعبتها الكثير لمستقبل هذا الوطن الغالي. صراحة أشعر بالفخر والاعتزاز أن أكون ضمن هذه الكوكبة التي كرمت اليوم، واعتزاز والفخر لهذا البلد الوطن الذي يعني يحثنا على تطوير الذات والتقدم وأخذ الشهادات العليا، فهذا يعني شيء جدا نفتخر فيه. صراحة شعور طيب، وهذا يشجع الشباب أنهم يكملون دراساتهم العليا، لأن في المستقبل نحن اعتمادنا كله على الشباب والشباب المتعلم، لأن بدون الشهادة صراحة نحن ما بنوصل للدرجات العليا اللي نحن نتمناها في الدولة. طبعا صراحة الشعور أنا ما أقدر أوصفه لأنه شعور كبير، وهذا الشعور يعطيني ترجمة كبيرة أن علي أمانة وعلي دين كبير لازم أرده للوطن وللقيادة الرشيدة، فالله يسهل أمور إن شاء الله ونكون قد الأمانة ونكون قد رقم واحد إن شاء الله. طبعا هذا شيء غير مستغرب على سواء على دولة الإمارات عموما أو على إمارة دبي خصوصا في مجال تكريم سواء المتفوقين أو المتميزين وإعطائهم الحافز ل يعني يتولون دور في رفعة الدولة وتبوء المراكز القيادية وتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد في أن دائما نكون في المركز الأول. المصور محمد المرزوقي يلتقط صور تدفع للتأمل، فمع كل مشهد يصوره بعدسته تاخذك مخيلتك إلى هالمكان فتتشوق أنك تزور المكان اللي في الصورة، وكل صورة يلتقطها تخلد لحظات جميلة من الزمن، ولمسته في التصوير إلها سحر خاص تجعل الأشياء تتكلم وتخاطب القلب والعقل. نلتقي في هاي الفقرة مع المصور والفنان التشكيلي محمد المرزوقي، مرحبا فيك. مرحبتين. خبرني بداية عن علاقتك مع فن التصوير وكيف انتقلت إلى مرحلة الاحتراف. بداية علاقتي بالتصوير الفوتوغرافي كانت علاقة عفوية منذ السابع من عمري، وكانت الآلة الصغيرة هذه الكاميرا ترافقني في السفر ورحلات مع العائلة والأصدقاء. وانتقالي إلى عالم الاحتراف، ما نقول عالم الاحتراف ولكن الحمد لله زادت ثقافتي البصرية في مجال التصوير بعد احتكاكي بمصورين محليين على رأسهم الأستاذ جاسم ربيع العوضي والأستاذ صالح الأستاذ. بالفعل استفدت منهم الكثير، واحتكاكي أيضا بمصورين عالميين من خلال الدورات، والحمد لله أحمد ربي أني أنا أتميز بحب القراءة والاطلاع، فالحمد لله اطلعت الكثير على الكتب العامة بالفنون والخاصة بالتصوير بشكل عام، والحمد لله استفدت الكثير في المجال هذا. جميل، تخبرني أكثر عن مشاركاتك في المعارض المحلية والخارجية. الحمد لله شاركت العديد في المعارض داخل المحلية داخل الدولة وخارج الدولة، ما يقارب أكثر من 25 معرض ما بين معارض شخصية ومعارض عامة، من ضمنها معارض المحلية في دبي آرت وسكة آرت وأبوظبي آرت
الحمد لله، ومعارض في برلين وفي لندن وفي شرق آسيا. الحمد لله المعارض هذه أعطتني دفعة كبيرة بعد احتكاكي بمجموعة عديدة من المصورين اللي كانوا محليين ومصورين خارج الدولة. كيف تختار صورة معينة لتشارك بها في معرض فني؟ هناك لازم نميز بين المعارض الجماعية والمعارض الفردية. المعارض الجماعية والمسابقات بشكل عام لازم المصور أن يتقيد بشروط وقوانين وثيمات اللي مطروحة في المسابقة كانت أو المعرض العام. أما المعارض الشخصية فهناك بعد شقين، الشق أن المصور يعرض مجموعة من مواضيع عدة عبارة عن يعني الفترة اللي قضاها في مجال التصوير والمواضيع اللي يطرحها، والمواضيع تكون عديدة. أما الشيء اللي أنا أحبه واللي أحبه وايد هو المعرض الشخصي اللي يكون عن موضوع واحد، فكرة واحدة، تكون هذه الفكرة جميلة جدا ورسالتها بسيطة للمشاهد اللي يزور المعرض. يقال أن لكل مصور فوتوغرافي بصمة خاصة فيه، ما هي البصمة الخاصة بمحمد المرزوق؟ الحمد لله بيئة الإمارات بيئة جميلة جدا، وبفضل الله عز وجل وبحكومتنا الرشيدة تسخر دولتنا بتضاريس عديدة جدا، تضاريس الجبال والبحار والصحراء والمزارع. الحمد لله أنا أنتمي وبدأت وما زلت أنتمي إلى تصوير الطبيعة اللي يسمى بالمصطلح الأجنبي لاندسكيب. إلى أي مدى تؤثر برامج تعديل الصور على نتيجة الصورة النهائية؟ وهل تؤيد استخدام المصورين لهذه البرامج؟ نعم، وأنا أؤيد على استخدام المصورين لبرامج اللي يتم هناك تعديل الصور فيها، وهذه ما تقلل من جودة الصورة إذا أتقننا في استخدامها. ولكن نقول نحن هناك أي وسيلة موجودة لتوصيل رسالة، لتوصيل معلومة لدى الفنان للمجتمع نستخدمها، إن كانت وسائل إلكترونية، إن كانت أي خامات، كانت خامات خارجية ممكن ندخلها في الصورة. الفنان والمصور الفوتوغرافي محمد المرزوقي، شكرا لوجودك. شكرا. لازلنا مستمرين في جولتنا الثقافية ومع برنامج أبعاد ثقافية الذي يأتيكم بإشراف ثقافي من ندوة الثقافة والعلوم بدبي، ابقوا معنا. الموهبة شيء مهم وأساسي، لكنها تحتاج إلى التجربة العملية عشان تنضج وتتطور وتحقق لصاحبها المزيد من النجاح. موهبة الشاب الإماراتي ياسر النيادي بدت في المسرح، لكن طموحه كبير ومستمر في تقديم الجديد دائماً، واستطاع أن يحقق النجاح في أكثر من مجال، الكتابة والإخراج السينمائي، إضافة إلى تألقه في المسرح والدراما التلفزيونية. خلونا نشوف هاللقاء معه.